بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية اختار كيف تعرفوا فريق المرابطون كان يلعب اليوم مباراة بوتسوانا، طلع فيها بالتعادل اللي عزز فرصه لأنه يتقدم شهر المراحل الأخرى. هاي المناسبة نختار نهنى كل الفريق ومشجعينه بأنحاء الوطن. ما اخترت بقوة هاي الفرصة عن نهنئهم لأنهم يدخلوا الفرحة والسرور قلوب الموريتانيين. السادة والسيدات مناضلي حزب الإنصاف، السادة والسيدات مناضلي حزبنا حزب الإنصاف، أرحب بكم أصالة عن نفسي ونيابة عن قيادة حزب الإنصاف، مرحبا بكم في حفل افتتاح الموسم السياسي 2024-2025. هذه مناسبة عبارة عن تقليد سياسي، دخلوا الحزب له سنتين يقفل صفحة الموسم السياسي الماضي، يفتح صفحة موسم سياسي جديد، ياك يتم إطلاع جمهور الحزب والرأي العام الوطني على حصيلة العمل في الموسم المنصرم، ويتم الحديث عن إسهامات الحزب في المجال العام مع إمكانية تقديم تصور استشرافي للمرحلة القادمة إن شاء الله. وهي كذلك فرصة للقاء مناضلي الحزب، وهون مرحب بكم شباب شيب نساء ورجال من مختلف فئات الأعمار، لأنكم تمثلوا هون الوطن بكل أطيافه وفئاته وجهاته وتوجهاته. سادة وسيدات، كيف تعرفوا في الفترة الماضية واكب الحزب بشكل فعال الفعاليات كاملة ذات الأهمية السياسية والاجتماعية خلال الموسم المنصرم، وأبرز ذيك الفعاليات هي صناعة الحدث اللي يقوم بها دائما صاحب الفخامة رئيس الجمهورية سيد محمد بن الشيخ القزواني، من خلال الزيارات اللي قام بها في مختلف أنحاء الوطن، ياك يطلق مشاريع جديدة، والله يدشن واحد أخرى، والله ياك يتفقد أحوال المواطنين اللي تعرفوا عليه من خلال سياسة التآزر والإنصاف والمدرسة الجمهورية. ونفس الإطار كانت قيادة الحزب حريصة على أنها تواصل الأنشطة التعبوية والسياسية اللي شملت جميع أنحاء الوطن بدون مبالغة. كذلك سير الحزب العديد من البعثات، قيادة الأطر والناشطين جابت مختلف أنحاء الوطن كذلك في سياق الانتخابات الرئاسية الأخيرة اللي توجت بفوز صاحب الفخامة مأمورية ثانية. السادة والسيدات الحضور الكرام، تعرفوا على أنه بناء على السياسة الرشيدة اللي انتهجها صاحب الفخامة اللي تمثلت في الانفتاح والتهدئة السياسية انحياز الطبقات الهشة بالقول والفعل، قد الحزب في الموسم السياسي الماضي لأنه يقدم خطاب يتماشى مع توجهات المرحلة، واكب الحملة الرئاسية لين استطاع فخامة رئيس الجمهورية على أنه يفوز
بنسبة 56% من أصوات الناخبين الموريتانيين في الشوط الأول. وهذه النتيجة كيف تعرفوا نتيجة معبرة في دلالاتها، عبر أولا عن ترسخ الديمقراطية وطننا العزيز. وسابق ذاك العام في الموسم السياسي اللي قبل ذاك فاز الحزب في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، فاز بقدر 107 نواب من أصل 175 نائب، وضمن بذلك أغلبية مريحة في السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية. وفي مجال البلديات كانت النتائج لا تقل أهمية كذلك، حيث أننا تمكننا من الحصول على 164 عمدة منتخب من أصل 238، كما أن الحزب سيطر على جميع المجالس الجهوية 13 في مختلف أنحاء الوطن. هذه كلها نتائج مشرفة تم الحصول عليها بجهودكم كاملين، حاضرين منكم واللي يشاهدونا واللي داخل الوطن. وهذه مناسبة مملة ياك نطلب منكم مضاعفة الجهد إياك ملوك الناس اللي ساهموا في انتخاب هذه الأطر من نواب وعمد ورؤساء مجالس جهوية، يقدروا يحسوا على انتخابهم لهم كان عنده معناه. ومقدر كل الجهود اللي تقوموا بها بذلك الاتجاه. السادة والسيدات المناظرين، كيف تعرفوا على صاحب الفخامة؟ لأنه حقق نجاحات سياسية كبيرة في إطار قيادة الدبلوماسية الوطنية في الخارج وفي ظل رئاسته للاتحاد الأفريقي. واكب الحزب جميع ذيك الأنشطة باعتزاز، ونبه على أوجه الاستفادة اللي تحصل للبلد عن طريق تلك الأنشطة وذيك النجاحات. مما بالتأكيد سيؤدي إلى تعزيز مكانة البلد في المحافل الدولية وبين الأمم. لذلك نحن نعتبر أن حزب الإنصاف محقين بأن نفخر برئيس محترم محل ثقة لدى القارة الإفريقية، كما أنه يلفت انتباه كبار مؤسسات الأبحاث والدراسات في العالم. كل تأكيد تعرفوا على أن الإعلام يلعب دور محوري في السياسة، لذلك كان الحزب يواكب إعلاميا كافة النشاطات اللي تقوم بها الحكومة، وذلك من أجل إنارة الرأي العام حول ذيك النشاطات. وكان ذاك يتم كيف تعرفوا عن طريق البيانات والأنشطة السياسية، الورشات الهادفة اللي تذمن المنجز، تضع التصورات الضرورية لحل الإشكالات الكبرى خاصة في مجال الاقتصاد والحكام. كيف تعرفوا كذلك أنه في الفترة المنصرمة لأن الحزب لم يتأخر أبدا عن مؤازرة المواطنين والوقوف معهم في أوقات المحن، ولم يتأخر ولم تتأخر مختلف هيئات الحزب عن مواكبة جميع الأنشطة والفعاليات، سواء كانت رياضية والله إنسانية والله تطوعية والله إغاثية، وكذلك التضامن مع القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، سعيا لرفعة الوطن وعزته وكرامته. سادة وسيدات، كيف تعرفوا على الانتخاب، إعادة انتخاب صاحب الفخامة المأمورية ثانية، لأنه كان تكليل لخمس سنوات من العمل الجاد، خلتها صعوبات جمة أنا أعرفوه كاملين، غير تم التغلب على ذيك الصعوبات كثير من التروي والحكمة، وتم تنفيذ العديد من المشاريع الهامة في إطار برنامج تعهداتي.
غير بما أن بناء الدول يحتاج للصبر والمثابرة ومزيد العمل. كانت المأمورية الثانية مختلفة شوي عن ذيك الأولى، خلقت فيها توجيهات جديدة وأولويات جديدة، تم صياغتها في برنامج جديد ينقال له طموحي للوطن. بما أن هذا الطموح كبير، لأنه طموح من أجل الوطن، كان لابد من اختيار أدوات جديدة لتجسيده. لذلك تم تشكيل حكومة جديدة ونعطاه لها أولويات جديدة، وهي أساساً حكامة رشيدة، مشاركة الشباب، وضع العنصر البشري في أولى الأولويات. كما تم إسناد قيادة هذه الحكومة لأحد مناضلي حزب الإنصاف، عضو المكتب التنفيذي، السيد الوزير الأول المختار الجاي. السادة والسيدات، درت أنه لاحظتوا أنه من اليوم الأول للمأمورية الثانية صاحب الفخامة، هذا ذاك الطموح اللي إشار له في برنامج طموحي الوطن، لأنه انطلق فعلا، بحيث أنه فتحت ورشات جديدة ونظم جديدة وبرامج جديدة، وإحنا واثقون إن شاء الله بعون الله من نجاحها، نظرا للمتابعة الحديثة من طرف فخامة الرئيس. احنا كذلك سعداء باستمرار نهج المدرسة الجمهورية، لأننا نعتقد أنها واحد من الروافد الكبيرة لتعزيز اللحمة الوطنية بين مختلف أبناء الوطن. نحن فخورون مواصلة رقمنة الإدارة الوطنية لتحديثها، لأن نعتقد أنه كل ما قل تدخل العنصر البشري تسيير الأمور، كل ما قلت الأخطاء، كل ما زاد الشفافية. لذلك كان فهم ضرورة كبيرة لإدخال التطبيقات الرقمية الحديثة لمعالجة بعض الأمور. نحن كاملين هون في القاعة وخارجها مدعوون على أن نلتزم السلوك المدني للحفاظ على المكتسبات لعصرنة أمور حياتنا كاملة وضبطها، خصوصا في المجال الحضر، لأن ذاك يحمي وقت وجهد ومال المواطن. نحن كذلك نهيب بالإطلاق من لدن فخامة رئيس الجمهورية بالبرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط اللي صادق عليه مجلس الوزراء قبل 24 ساعة من الآن، وسنواصل دعم جهود الحكومة يتم إنجاز هذا البرنامج في الوقت وبالجودة المطلوبة إن شاء الله. سادة والسيدات، كيف تعرفوا أن ثم دائما ضرورة للتكامل والتلاحم بين جهود الجهاز التنفيذي والسياسي لنظامنا القائم، ليكون حزب الإنصاف يمثل الذراع السياسي لمنظومة الحكم، كان لابد من تطوير أدوات السياسة هي ملي ياك يعود هذا كان ماشي اتفاق في بلاد، من خلال طبعا ضخ دماء جديدة، توجه جديد وأسلوب جديد. وهذا السياق تم تكليفي من طرف مؤتمر الحزب برئاسة الحزب بتاريخ 16 أغشت 2024، خلفا لأخي الرئيس ومعالي الوزير سيد مال عينين ولييه، وانتهز هذه الفرصة لأقدم له كامل تحياتي وشكري على المجهود الكبير اللي طلع به من أجل ياك الحزب يتم يعمل على أكمل وجه. طبعاً غور اختياري برئاسة الحزب باشرت مهامي لقاءات مكثفة مع الهيئات كاملة الحزبية، كيف أعضاء بعض أعضاء المجلس الوطني، اللجنة الوطنية للنساء، اللجنة الوطنية للشباب، والأمناء الاتحاديون والمستشارين وغيرهم،
من الفاعلين السياسيين في الحزب. كنت حريص على أني أناقش معهم أهم السبل لتفعيل هيئات الحزب بهدف إتمام عملية الإصلاح اللي اطلقناها منذ فترة. إياكم اللي نحثهم على الاطلاع بأدوارهم على أكمل وجه. وهذا الإطار أعتقد على أن مكينة الحزب بدأت تعمل من جديد بحاوية. ذات ما يخلق يكون عن طريق إشراك الجميع في الرأي وتكليف مختلف الفيدراليين بالاطلاع على مشاكل المواطنين ووفاتنا بتقارير عنها. إياك نبدو نطرحها على الأجهزة المعنية في الجهاز التنفيذي. إياك تجبر لها الحلول المناسبة. كذلك نطلب منهم يرصدوننا ملي أوجه النجاحات لإبرازها. إياك يتم دعم الحكومة بشكل صحيح. وفي نفس الفترة شرفت ملي على العديد من الأنشطة والفعاليات اللي ذكرتها سابقا. وهون في هذه المناسبة اختير النوه بالمجهود الكبير اللي بذلته أحزاب الأغلبية الرئاسية في عادة انتخاب فخامة رئيس الجمهورية. نختار الذمن كذلك المواقف المشتركة اللي جمعتنا بعض الأحزاب الأخرى في دعم القضايا العادلة خصوصا القضية الفلسطينية. نختار انتهج هذه المناسبة. إياك نشكرهم جميعا. سادة وسيدات، هون نختار نأكد لكم إيمان نحن جميعا كموريتانيين بهذا الوطن الواحد والموحد الذي سيظل كذلك إن شاء الله. نعرف على أنه غني بثقافاته وغني بتعدد أعراقه. هذا كامل يملي علينا على أن نتم ماشيين في طريق ترسيخ ثقافة الحريات والديمقراطية كسبيل واحد للتداول على السلطة عبر الوسائل الديمقراطية. لذلك يالتنا اشتغلوا على تقوية حزبنا، لأن الأحزاب هي الأداة الوحيدة للممارسة الديمقراطية، ولا فيه رواية أخرى قد تحل محلها. وسبيلا لذلك يا الله يتوجب علينا تطوير أنفسنا، تطوير ثقافاتنا ووعينا وأساليبنا وطرقنا وطريقة نظرتنا للأمور. إياك يتم هذا الحزب مواكب التحديات القادمة. لذلك في اعتقادي على اليوم هو الوقت المناسب إياك نتكلم عن المحددات الكبرى للمرحلة السياسية القادمة إن شاء الله. سادة وسيدات، حضور الكرام، الفترة القادمة إن شاء الله الدار تشهد الانطلاقة الفعلية لإعادة هيكلة الحزب على أسس جديدة إن شاء الله. ذيك الأسس نختار نقول لكم لأنها الدار تعود مختلفة إن شاء الله عن ذاك اللي قطع عرفته كامل من التعاطي السياسي. يلا تعود مبنية على القناعة الشخصية. إياك الحزب يتحول صار مشروع وطني يجعل من المصلحة العليا للبلد المقصد والهدف. يلا يعود حزب عنده مبادئ تجمع الأغلبية اللي فيه. يلا يعود حزب عصري بأفكار عصرية يقدر يراعي الخصوصيات لكن في نفس الوقت يهدف ملي للتجديد. يلا يعود حزب يضع فولوياته اللحمة الوطنية، مبادئ المنافسة الشريفة والكفاءة. يلا يعود يتبنى خطاب ودان فخامة رئيس الجمهورية وميثاق جول يفتح الباب واسعا أمام الجميع إن شاء الله. نحن طبعا متفائلين خير بانطلاقة موسمنا السياسي الحالي 2024-2025 واللي يزامن مع ذكرى اللي عزيزة على قلوبنا جميعا ألا وهي ذكرى عيد الاستقلال لمجيد. بهذا الإطار تحضيرا للي قلت كامل إن شاء الله دار يطلق الحزب سلسلة من الزيارات الميدانية دار تشمل جميع ولايات الوطن
عندها هدفين أساسيين. واحد هو تبادل الأفكار حول تجديد هياكل الحزب مع المناضلين في عين المكان، والتشاور معهم حول أفضل الطرق هيك بدنا نوصلوا لأهداف اللي هامتنا. الجزء الثاني من أهداف هذه الزيارات الميدانية درع كذلك نقاش مواضيع التنمية المحلية مع جميع منتخبين الحزب وأطوره. إياك تعود عندنا تصور لضرورات التنمية في كل ولاية بشكل مستقل. إياك نبدو نعاونوا الجهاز التنفيذي إياك يشتغل على تنمية الولايات بشكل دقيق إن شاء الله. وإياك نملي منتخبيننا يعودوا يعرفوا، إياك المواطنين اللي انتخبوا منتخبيننا يعودوا يعرفوا عدنهم واحد ينفهمهم. إياك يعود فهم خلط بين السياسة والتنمية. إياك نبدو نحققوا أهدافنا الكبرى. وهون نختار نقول لكم رواية وعيت نقولها دائما لأن هي قناعتي، لأن الحقنا الوقت نعرفه على هذا هو بلدنا، وعن ما عندنا بلد بديل، عن ما فيه ناس ليصلحوه بلدنا، نحن هم اللي يصلحوه. والحقنا ترسخ عندنا هذه القناعة عن بلدنا عنده ياسر من التحديات، ويالطنا نتحماو عليها كاملين، ويالطنا تقول عندنا نظرة وتفاؤل للمستقبل. يا غير لا بد أن نعود حاسين، لا بد أن نغيروا نمط تفكيرنا ونمط حياتنا. ياك بلدنا يتطور، لأن السياسة اللي تعود ما فيها خدمة الوطن تعود ما عندها معنى. في الختام نختار نشكركم دائما كاملين على تجشم عناء الحضور لهذا هاي المناسبة، ونختار عن طريقكم نرسل نفس الرسائل اللي قلت لكم هون للناس اللي خارج القاعة. نختار الناس كاملة تستعد للمستقبل. إياك هذا الحزب يتم مستمر يعود امتداده عبر الوقت وعبر الزمن. إياك ما يعود إلا رواية مرحلية. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.